صباح الخير عليك يا شاذلي، كل سنه وانت طيب. مبسوطه ان انا معاك النهارده في اول يوم العيد. صباح الخير عليك يا بسنت، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. كل سنه وانت طيبه طبعا، وكل سنه وكل شعب مصر طيب وبخير، وربنا يجعل دايما ايامنا افراح واعياد يا رب. وعيد علينا العيد طبعا بالخير واليمن والبركات علينا وعلى الامه العربيه والامه الاسلاميه. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده اول ايام العيد، وطبعا معروف العيد عيد يعني لما العيد لازم كده نتجمع، لازم نتلم، سواء بقى على اكل او على خروج او على سهر او ايا كان، لازم يكون في او سفر حتى، لازم يكون في تجميع كده مع اصحابك اللي انت متعود عليهم من زمان، من وانت صغير كده بتلاقي فيه شله الصحاب دايما بتتجمعوا ليله الوقفه، تسهروا تخلصوا الوقفه، تصلوا طبعا العيد الصبح، وبعد كده تروحوا بقى تشوفوا قصه الذبح. وطبعا الاكل الصبح انت عارفه الكبده بقى طبعاً. اللي نذبح من هنا نشوح الكبده على طول. انا كنت فاكره دي حاجه عندنا احنا بس. لا طبعا كل الناس بتعمل كده. اشمعنى بقى الكبده؟ يعني ليه مش اي حاجه ثانيه؟ هي الاسهل والاسرع وعارفه بتبقى برضو وهي طازه لسه كده. ما أوكي. طبعا اوكي، بيبقى لها طعم مختلف يعني. فطبعا احنا متعودين احنا دايما بنتجمع مع اصحابنا نسهر، واول يوم العيد طبعا بنخرج بقى مع بعض بالليل. فاحنا عندنا سؤال حلقه النهارده، سؤال تفاعلي كده عشان نشوف الناس هتعمل ايه النهارده. فبنقول لكم مين من اصحابكم او من اصدقائكم مثلا انتم حريصين دايما في الاعياد ان هم يكونوا موجودين، تخرجوا مع بعض، ولو ليكم ذكريات ممكن تحكوا لنا طبعا في سؤالنا الموجود على صفحتنا على الفيسبوك. عندك ذكريات يا بسنت ولا مكنتش بتخرجي في العيد؟ طبعا مش في حد بيستحملك في العيد. لا ده في المطلق دلوقتي ما حدش يستحملني، بس ده موضوع تاني. لا لا، الذكريات مع صحابي كانت كتيره قوي في العيد، لان انا كنت بحب قوي يعني كنت شقيه شويه، وده كان اليوم الوحيد الوقفه يعني اللي بابايا كان بيسيبني شويه ان انا ايه خلاص ممكن ارجع متاخر شويه. فكنت بنزل اشتري بومب وصواريخ انا وصحباتي، يعني لعبنا كان لعب ولاد شويه، بس اللي هو بننزل الشارع نلعب، نفرقع بومب وصواريخ، نقعد شويه مع بعض، ناكل بقى من اي محل بقى فاست فود. لا دلوقتي ايه، ما بقاش فيه الكلام ده. لا خالص، كبرتي برضه. ارجع البيت بقى مستنيه عايزه اخد العيديه، وكان صحابي دول هم صحابي فضلوا لسنين، بس طبعا دلوقتي ما بقيناش يعني محدش برضه يتحمل كل هذه السنين يعني. وهو العيد ده اصلا مش بتاع عيديه، دايما بنقول كده يعني، او هم قالوا لنا كده واحنا صغيرين. مين قال كده؟ اهالينا زمان لما كانوا مثلا يدونا عليك انت يدونا مصروف العيد في العيد الصغير، نيجي العيد الكبير فين مصروف العيد؟ يقول لك لا ده مش بتاع العيديه، ده عيد اللحمه. حكوا عليك. ايوه عيد اللحمه. ايه؟ يقول لك خد قطعه لحمه. طب ما انا كده هاكل اصلا، ما كل الناس هتاكل لحمه النهارده. لا لا، ونرجع بقى بعد كده. لا طبعا لازم عيديه، مفيش الكلام ده. بس هي العيديه بقى الفرق ايه دلوقتي؟ دلوقتي انت بتسمع ارقام العيله الصغيره عايزينها غريبه، يعني اللي هو انت بتشتغل بالفلوس دي طيب في حاجه معينه؟ لا، كانت زمان الحلاوه بتاعت العيديه الفلوس بتبقى جديده، مش مهم قد ايه. صح. يعني مش مهم انت بتاخد كام، ان شاء الله ممكن يديك استك كده كله ارباع. بالظبط، ارباع والله جديده كلها. وتبقى مبسوط جدا وفرحان وحاسس رقم مبلغ يعني. كان معاك باكو. باكو فعلا. خد يا ماما حوشهولي. ها كناش بنشوفه ده. لا خلاص كده، او ماما هي فعلا هاتي حوشهولك كده يعني. بس وبعدين بعدها بقى ترجع البيت تلعب شويه بقى مع الخروف بتاعك، وبعد كده تدخل بابا كل سنه وانت طيب في ناديتي، وتاني يوم بقى تروح للاهل وتزور بقى الجده ومع اولاد العم والعمه وكده، وتقعدوا مع بعض. فدي كانت ذكريات لطيفه قوي. السينما؟ ما لا ما انا بص بقى، انا عمري ما ادخل سينما في العيد. زحمه وكده؟ لا زحمه جدا. طبعا ما بنتحر ببقى فاهم. انا برضو من الناس اللي ما بخرجش في العيد، انما ممكن اسهر الوقفه مع اصحابي اول يوم لحد الذبح مثلا، بعد الذبح بشويه وخلاص. طب انت كنت من الناس وانت صغير تحضر الذبح؟ طبعا. بجد ما بتخافش؟ لا طبعا، وبشارك في قصد ده في قلب البيت. ميت. طبعا. لا بشارك يعني، مش قلبي ميت ولا حاجه، مش بشارك في الذبح، لا بشارك في بقيه المسائل الاخرى مثلا. طب وذكرياتك ايه مع صحابك بقى، صحابك نفسها؟ طبعا انا بالمناسبه ده اول عيد ما اخرجش مع اصحابي في حياتي كلها. انا عندي مش عارف كام وكام سنه كده لحد يعني، ده اول 40 50 لسه ده اول عيد ما اخرجش مع اصحابي في الوقفه، عشان طبعا كان عندي شغل النهارده فنايم بدري. لكن متعود برضو ان احنا بنخرج بنسهر، بنقعد بقى على القهوه، نفضل سهرين. الناس سهرانه في الشارع للصبح. لا وانت صغير ما كنتش بتقعد على القهوه وانت صغير؟ لا من وانا صغير وانا وبعدين ناكل برضو، وبعدين نروح بقى على صلاة العيد، ومن صلاة العيد على الذبح تاني يوم. وأول يوم العيد ده ما كانش بقى فيه خروج، ممكن بقى كنا نخرج تاني تالت رابع تكون الدنيا إيه خفت شوية يعني. بس طبعا متعود وليا شلة صحابي اللي بنسهر مع بعض دايما في كل المناسبات. بس المره دي ما خرجناش، بس لينا مواقف كتيره وممكن نحكيها بقى في الحلقه النهارده ان شاء الله. انت عارف كمان من الذكريات اللطيفه قوي في العيد مع الصحاب الصلاه.
طبعا. يعني صلاة العيد انك بتجمع صحابك ويا ماما انا عايزه اروح اصلي مع صاحبتي ومش هينفع اصلي في الجامع اللي تحت البيت في الساحه كمان وتقعد بقى تتخانقوا مع بعض انت واصحابك مين هيجي لك وانت هتروح لمين وانا رحت العيد اللي فات والكلام ده وكانت تتقابلوا والناس بقى اللي بتوزع الحلويات في المساجد والبلالين والحاجات دي كلها بتبقى في اجواء حلوه قوي الحقيقه في مصر بيعملوها طبعا يعني جداً. موضوع البلالين اللي بيرموها من فوق على الناس دي حاجه مبهجه جدا وفي ناس بتبقى رايحه لصلاه العيد ومعاهم بقى شوكولاتات صغيره كده انا بقيت حريصه اعمل ده دلوقتي مع الاطفال لان انا بحب قوي بتوزعي ولا بتاخدي لا بوزع بقى خلاص كبرت قلت تستني للاطفال يلموا تاخديهم وانت ماشيه اخطفها منهم لا بدي الاطفال يعني لو في وقت اكيد يعني هروح اجيب يعني حلويات حاجات حلوه واديها للاطفال الصغيرين بتبقى لطيفه قوي ودي من الحاجات اللي كانت بتبسطني فحاسه ان هتبقى لطيفه لو كملناها للاطفال لا في ذكريات كتيره قوي قوي والعيد نفسه كمان يعني سيبك كمان من الاصحاب والاصدقاء والكلام ده والزملاء لا في مع الاهل بتبقى يعني ذكريات حلوه قوي انك اول ما بترجع كده من الصلاه في البخور بقى وتفتح التلفزيون على مسرحيه وتقعد تتفرج ودايما بيبقى العيد فيه وجبات دسمه كده من الافلام والمسرحيات والحاجات دي على طول شغاله وجبات دسمه من كل حاجه الحقيقه ده حقيقي بعد كده وجبه دسمه حقيقيه بقى من الكبده فعلا الكبده اللي والفته طبعا بتتعمل ده على الغدا بقى احنا طب سؤال انت بتفطر كبده ده الفطار يعني ايا كان كبده كده لا ايا كان كبده حتى لو مفيش كبده مثلا بس الفطار اول حاجه باكلها بتكون الفته واللحم ما بعرفش اسخن انا المعده زي الناس ما بتقول كده اسخن المعده وكل اي حاجه بسيطه كده اشرب كوبايه شاي طب شويه كحك طب سندوتش جبنه سندوتش جبنه انت لسه صاحي طب المعده لسه عشان ما تصدمش المعده مش عارف تتصدم ليه يعني وهي كانت عارفه منين ان انا كنت نايم لا دي اتصدمت جدا فعادي جدا بقوم الصبح اكل فته واكل لحمه عادي جدا بس برضو من الذكريات الجميله اللي افتكرها يعني انا كنت من الناس اللي بروح ازحم اسكندريه عشان عارف ان اسكندريه بيزعلوا جدا من الموضوع ده بس حقكم عليا بس انا من الناس اللي كنت بطلع من بيتنا انا واصحابي نخرج مثلا من البيت بعد الفطار بنبقى صايمين يوم عرفه نخرج بعد الفطار نروح طالعين على اسكندريه ماضيين بقى اليوم هناك على الكورنيش بقى في المطاعم في الكافيهات هناك لحد ما قبل صلاه العيد بشويه كده مثلا ساعتين ونروح مروحين مغير هدومي ونازل نصلي العيد ومكمل بقى بقيه اليوم على حسب بقى الطقوس بقى الذبح وكده ونام ونقوم بقى بالليل نشوف هنعمل ايه لا يعني انا من الناس اللي بصراحه بفضل سهرانه مطبقه يعني بس وانا صغيره دلوقتي فعلا مبقاش يعني ما بقتش اقدر اعمل كده تماما السن فعلا قربت اجي لك فلا ما بقتش قادره ان انا اطبق زي الاول فبفضل صاحيه زمان يعني كنت بفضل صاحيه لغايه الدبح لازم احضر الدبح كمان دلوقتي بقى مش عارفه ليه ما بقتش كمان قادره يعني احضر الموضوع ده بعد كده بشوف صحابي ويلا وننزل قبلها يعني بشويه ننزل ونصلي مع بعض ونقعد مع بعض شويه كانت بتبقى لطيفه قوي واجواء حلوه قوي وبيبقى لطيف ان الاهل كانوا بيبقوا متساهلين في اليوم ده بالذات يعني ففعلا بتحس باجواء العيد المختلفه من الذكريات الكتيره قوي قوي اللي في الحقيقه كل ما تقعد تفتكرها كده تحس انه قد ايه كانت ايام حلوه وقد ايه كانت ايام جميله وتفتكر بقى بيها طفولتك يعني في حاجات كده هي دي اللي بتشكل عندك في وجدانك طفوله منها مثلا العيد اجازه كمان حلو في العيد ده ان هو كبير بنسميه العيد الكبير فاجازته كبيره واحنا ما بنعترفش ان هو 4 ايام احنا دايما بالنسبه لنا هو 5 ايام فكان حلو فيه ان احنا اول يوم ده احنا بنقضيه في البيت بقى بنعمل الحاجات بتاعه البيت من اول تاني يوم بنبتدي نشوف هنعمل ايه وممكن بقى نسافر لا هيروح بقى اي حته بقى صحيح اسكندريه الساحل اي حاجه ويبتدي بقى يقضي بقيه ايام العيد في سفر او حاجه صح على كل ان هي نوستالجيا لطيفه جدا ان احنا نقعد نفتكر مع بعض دلوقتي في سؤالنا الموجود على صفحتنا على الفيسبوك ذكرياتنا مع أصحابنا زمان في العيد وذكرياتنا بشكل عام سواء في الوقفة بقى أو في العيد خروجاتنا سهرنا كل هذه الأمور هي نوستالجيا وياريت كل الأباء والأمهات دلوقتي يسيبوا أولادهم يكونوا ذكريات تبقى حاجة مهمة جدا زي ما أنت فرحان دلوقتي وأنت بتفتكر ذكريات مع أصحابك زمان لما كنتوا أطفال وإزاي مع التطور ومع اختلاف المراحل العمرية ومع تقدم السن يعني كل ما تكبر شوية بتفتكر ذكرياتك مع أصحابك فخلي اولادكم دلوقتي هم كمان يكونوا ذكريات مع اصحابهم تابعوهم طبعا واهتموا بكل حاجه لكن خلوهم يكونوا ذكريات لطيفه مع اصحابهم يفتكروها دلوقتي عشان ان شاء الله سؤال حلقتنا صباح الخير يا مصر كمان كام سنه يكون نفس السؤال يكون هم كبروا وبقى عندهم ذكريات وهم يحكوا لنا ان شاء الله ده سؤالنا الموجود على فيسبوك مين من اصحابك واصدقائك اللي حريص انك تعيد عليه في العيد احكي لنا ذكرياتك معاهم ده موجود طبعا على صفحتنا على فيسبوك في انتظار اجابات حضراتكم بنصبح حضراتكم مره ثانيه اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.